السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يا إلى تسنيو ذو الحجة أسرارات عند شيرات متو سلاسة سدست كفل سوست ينواقض الإسلام تمهرتن. فلفوت تكتاتي هلت تمهرتوش يسولج يتلايو كإسلامنا لياوتو تيمشلو نغقروج أمنتوش اندالو تكسن كنزيه متنقق قديت عندهونه قلسنا مسلم مهوم بچا بقيادل كإسلامنا يمياوتو نغروج شالو النزيهن ماوك متنقق يسفلق وضون كمياتفو نغروج اندامي تنقققو هلو كإسلامنا يمياوتو نغروج شنم ماوكنا متنقق يسفلق. فسري والنك بتكزي جهلنا يتسفافا اندزي هو يالاوكت يمي تارونا دعوة يمي عدرقو سووك يبزو بيت وقت كمهون وانزار كمشون بلاي دينن ماوك دينن متبك يسفلق يسولج الله زند يسقازم دنا يلوم دينونو الله زند سبحانه وتعالى اندي كبرم كبر اندي عطام يمي عدرقو اسلامن يزو يكرب الله زند سلام ياغنيا الله زند سلام من ناغنيا بتن اسلاماتشنن ايماناتشنن كغنزباتشن كتيناتشن بلاي تكرت لنستنا لنطبق يگبان اخر زمن لاي فتنة اندمي بزا نبي عليه الصلاة والسلام تناغرو انها ستكون فتن كقطع الليل المظلم عند ليلي تشلما دغدغ يالا فتنة يمتال مؤمن هونو يادرسو ممشى لاي كافر يهنال مؤمن هونو يمشم سيانغا كافر يهنال دينونن با دنياوي تقم يشتال بلو تناغرو قال النبي عليه الصلاة والسلام امام مسلم مزجبوت حديث بهيوت اسكالن درس فتنا يفرارقبنا يهننم يتردو نبيات جيتاچون صنات يتيقوت نبر يا نبيات عباس يهونوت نبي الله ابراهيم وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس قيتاي هوي تابوتن كمجزات كان توجي يلن أكال كمملك أنت تبقين لجوشينم تبقلين قيتاي هوي نزي كان توجي من ملك وأمالك تكو بزوف تروتشن آت موالي يلو إبراهيم عليه السلام دعاية القنبر تابوتن سبرهل تبلو ساتلا يتتالو تسو الله تابوت كمملك اندي تبقاتشو كشرك اندي تبقاتشو دعا درقال نبيهم عليه الصلاة والسلام يا نبيات يسول جو تشلو مرت إيماناتشو ملوك مهنوغا لأمنتاتشو لتوحيداتشو يساقو نبر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يالو دعا ما درقن يابزو نبر يهننو دعا بتدقاقامي فالبيتاتشو عائشة رضي الله عنها في السماء تخاف على نفسك أنت نفسه لا يتفرى الله اندي بلا رسولنا عليه الصلاة والسلام تيك أحجوالك النبي من بلواتل يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن انديت بي لنفسي الفرامان جعيشة هوي يسول جوج لبكو بالله سبحانه وتعالى تعطوك مهلنو يالك وندفلق قلبوك نيقلبا بطال بمالت نبي عليه الصلاة والسلام لا عائشة من ستتوال نبي يسقو نبر نبيات لديناتشو يجنقو نبر بل نبت كزي اللو خلق كفتنا وقا كجهلنا وقا آخر زمن كمهون وقا يبلد لنفساتشن لنفرا يقبانان يفرى سودقمو كفرى ونقر ميدنبت سبب يفلق لسلمناتشن كتجنقا كفر شرك كفرانو كشركنا ككفر ميادونو نغروتشن لنتقام يقبانا مفراتو بتشابك يادلم عدادش كمي مدو نغروش لنرق علماتشن كمان اندمن نوسر كمان اندمن نمار لنناك سووش يادرقو ياغنينو النغر هلو كمادرق لنتنقق يقبانا هين هلو يمنناغنيو انغتاتشن اندفتن يقرآننا يحديث انتمهرت سننمار اللهم باوقنا وقدر انفراوال الله سبحانه وتعالى بفرانه وقدر هقون الناكبرال وهنوم تقامي هون العلم للنمار تذكرين يون عقيدة للناك يوقنون عقيدة ما تنكرن للنز يقبانه
يا عقيدنا يتوحيد قداي هل لي مداسة سيال لبس قداين سووشي زنك قالو يتلايو أدادس كعقيدة كأمنة مياوت ونقروشي مدال مسلم هنيني تولد كوت كمسلم هاقر استني عدكوت كمسلم بيتسبقاني نوركوت لأن لا يقبى يتوحيدن يا عقيدان قداي هل ليم لنستاوس هل ليم لنمار لنادنا لنتيك قبان عقيدة شنن تنككن سنناكنو عداد سيمتو نقرو شن هلو بجتاو شن بمولو مملس يمن شلو تذكرن يون عقيدة كالتمارننا كالاوكن عداد سنقرو شن بمتو كتر هلو انتقال خير مسلون انقباب بثال فتنانا عداد سيمتو نقرو شن بجتاو شن دقمو عندي يسولج قلب استكقبو بحالا بكاللالو عيوتو خيرون مشرون ماوك خيرون مكتل شرون متنكك يسفل لقا كسلمنا يميوتو نقروتشن مداسس ماوك يسفل لقوم للزهنو راساتشنن كشرن دبق زندنو يمجمر يوم هلتن يو اوديو لي انت تتكسو سووتشن لما فرار اللم نياتشن اقالي كافرنا ولما يتادل تنقاك يمي يسفل لقا قدمو راسن مادان أوكو مدفو النجار أوكو مراك بيتسبن كمدفو النجار ما استنكك يسفل لك حكم مستد فرد مستد يعلم وتشران شرك سي سراي ينسو بمولو مشرك كما لتاتشن بفيت يه شرك لما هونو دليل من دنو شرك سي سراي التايسو بمولو من نيوم سو تنستوس ومشرك نو مالت يتشلال وي بلن قوم بلن ما السبينو ربنا انجاينت متام وساني هون اندزي هو يتلاي የገንዘብ ደረጃ ያላቸው ሰዎችን ይሄን ትምህርት ማስረዳት ሐቂቃ ከባድ ሆኖም መዳሰስ ስላለበት ብዙ ወንድሞችም የክታብ እስከዛሬ በአማርኛ ተብራርቶ አላገኘንምና ይብራራልን ብለው ስለተየቁ وكذلك እዚህ ላይ ተዳሰሱ ነጥቦችም ኡማውን የሚመለከቱ ከመሆናቸው አንፃር ለመዳሰስ ተገደናል ሐቂቃ በመመልኩ ይሄን مثلا جماري لهونو سووش ما سردات يتشالال يملو بزو عدكامي هونوال يتلايو شرحوشن ما قلابت يتلايو مشايخوشن ما ماكر قديتان وكانتهم عندن سو كسلمنا ياود عاللو بلن يمن لاحشو نقروشن سننا سردا ميهون سننا ردا تلقتنك كاكي اسفر لغا مسلم مهونو يترقاقتن سو مسلم ايدلهم مالت اجيك بتام كبار كمهون وانسار ماتن لو قدي سووش تمرت سمتو قماشون من ردوالو روبون من ردوالو عندسو سنيون من ردوالو كزاو استمنم يما يردوالو جاف جافوان يزو هيدو يراسات شون سرامي سرو سووش شال يه بدام ياساس سبا عندهو سنستول سنستنتن زنبلن فرد لمستت فتوى لمستت لموسن عن شكل سوون مشريك مالت سوون كافر مالت كباد عدقان هون مهين تمرتس انسما بمجمري درجاء راسين كشركنا ككفر عادن زند لنالي قبانا كزال فولي لوش نقروش كاللو مدقمو علموش ما ماكر يقردي هنا بالفون ده تتكسو كسر من نعميوتو نقروش يقبتان بزوناتشو عندن دي فقه كتابوش لعندن لوم سكارات متولي درسو شلال لكن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب زيلي مرتو ياسفروت أسر كسلمنا مياوتو نقروشن كتابونم من بلو جمروا الشيخ رحمه الله تعالى قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يمجمر يونا አደገኛ የሚባለው አንደኛ ደረጃ የሚተከሰው ከሰምና የሚያወጣ ተግባር ቢኖር ሽርክ ነው አሽርኩ في عبادة الله አምልኮ ላይ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማጋራት نواقض الاسلام ብለው ማለት እስላምን የሚያፈርሱ ነገሮች ማለት ነው ناقض ሲሆን ለአንድ ነው አፍራሽ ማለት ነው نواقض ማለት ደግሞ ለብዙ ነው አፍራሾች ማለት ነው እስልምናን የሚያፈርሱ ከእስልምና የሚያወጡ ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛውና የመጀመሪያው ሽርክ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማጋራት ሙስሊም ነኝ ይላሉ የሚሰሩ ስራዎች አሉ እነዚህ ስራዎች ከእስልምና ያወጣሉ ከነዚህ መሃል አንዱና የመጀመሪያው ሽርክ ነው ሽርክ ማለት ምን ማለት ነው
ይህንን ምላሽ ከኢብኑ አልቀይም ረሂመሁላህ ተዓላ ንግግር ማግኘት እንችላለን። ሁወ ሽርኩ ለዚ ተበመነ ተስዊየተ አሊሀተ አልሙሽሪኪን ቢረቢ አልዓለሚን፣ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ያሉ አማልክትን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር እኩል ማድረግ ማለት ነው። በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መኽሉቆችን ማጋራት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሸይኹ ረሂመሁላህ ተዓላ ፊ ዒባደቲላህ ነው ያሉት። በዒባዳ ከአላህ ውጭ ያለን አካል ከአላህ ጋር ማሻረክ ማጋራት ነው ያሉት። ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለህ፣ የአላህ ብቻ ሐቅ የሆነው ዒባዳ ላይ ከአላህ ውጭ ያለን ሌላ አካል ማጋራት የመጀመሪያው ከእስልምና የሚያወጣ ተግባር ነው። ሽርክ ለሁለት እንደሚከፈል ዑለሞች ጠቅሰዋል። ኢብኑ አልቀይም ረሒመሁላህ ተዓላ ይላሉ፣ አመ ሽርኩ ፈሁወ ነውዓኒ አክበሩን ወአስገር። ሽርክ ለሁለት ይከፈላል፣ ትልቅ የሚባልና መለስተኛ ወይም ትንሽ የሚባል ሽርክ አለ ይላል። ትልቅ የሆነውን ሽርክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መቼም አይምርም። በሕይወት እያሉ መስፈርቱን ያሟላ ተውበት ካላደረጉ በስተቀር ትልቁ ሽርክ የሚባለው ምን እንደሆነም ሲናገሩም ይላሉ፣ ወሁወ አን የተኺዘ ሚን ዱኒላሂ ኒደን ዩሒቡሁ ከማ ዩሒቡላህ፣ ከአላህ ውጭ ያለን አካል መያዝ ነው፣ ማምለክ ነው። ልክ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ እንደሚወዱት እየወደዱት፣ አላህን እንደሚፈሩት እየፈሩ፣ ለአላህ እንደሚተናነሱት እየተናነሱለት ከአላህ ውጭ ያለን አካል መያዝ ትልቁ ሽርክ ነው። እዘን ትልቁ ሽርክ ማለት ከአላህ ውጭ ያለን አካል ከአላህ እኩል ማድረግ ወይም ደግሞ ለአላህ እንጂ ለማንም የማይገባን ነገር ከአላህ ውጭ ላለ አካል አሳልፎ መስጠት ማለት ነው። ሌላው ትንሹ ሽርክ የሚባለው ኩሉ ማ አጥለቀት ሸሪዐቱ ዐለይሂ ሽርካ ወለም የስል ኢላ ሐድ ሽርክ አልአክበር። ትንሹ ሽርክ የሚባለው ደግሞ አደገኝነቱ እንደ ትልቁ ሽርክ ያልሆነ በስያሜ ደረጃ ግን ሽርክ የሚባል ሲሆን ከበባድ ወንጀሎች ናቸው፣ ወደ ትልቁ ሽርክም ሊወስዱ የሚችሉ ናቸው። ሰው ይጠነቀቃቸው ዘንድም መጨረሻ ላይም ወደ ትልቁ ሽርክ የሚወስዱ ከመሆናቸው አንጻር ሽርክ የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸዋል። እነዚህም በቃል ሊገኙ የሚችሉ ናቸው። እንደዚሁ ደግሞ ሰበብ ያልሆነ ወይም ሰበብ ሊሆን የማይችልን ነገር ሰበብ ይሆናል ብሎ መገመት ትንሹ ሽርክ ውስጥ ይገባል። ከአላህ ውጪ ባለ አካል መማል፣ በመላስ ደረጃ መማል ትንሹ ሽርክ ነው። ነገር ግን ከአላህ ውጪ ያለ አካል ልክ እንደ አላህ የተከበረ ነው፣ እንደ አላህ ሊማልበት ይገባል፣ እንደ አላህ ትልቅ ቦታ አለው ብሎ ካለ ግን ትልቁ ሽርክ ይሆነ። ለዚህ ነው ከሰሓቦች መሃል አንዱ በአባቱ ሲምል ሰሙት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ ምን አሉ ነቢዩ፣ አላ ኢነላሃ የንሃኩም አን ተሕሊፉ ቢአባኢኩም ፈመን ካነ ሓሊፈን ፈሊያሕሊፍ ቢላሂ አው ሊየስሙት ብለው አቆሙ። አዋጅ ስሙ ሰዎች ሆይ፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በአባቶቻችሁ መማልን በወላጆቻችሁ መማልን ከልክሏቸዋል። መማል የፈለገ ሰው በአላህ ይማል፣ ካልሆነ ዝም ይባል አሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው። ከዚህ እንደምንረዳው ከአላህ ውጭ ባለ አካል መማል መለስተኛ ሽርክ ነው፣ ከባድ ወንጀል ነው። ምክንያቱም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከአላህ ውጭ ባለ አካል በወላጆቻችሁ መማል አላህ ይከለክላችኋል ብለው ነው ያበቁት። ትልቁ ሽርክ ቢሆን ከእስልምና የሚያወጣው ቢሆን ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ ሽርክ ነው፣ ይሄ ኩፍር ነው ብለው ከመናገር ወደ ኋላ አይሉም ነበር። ነቢዩ የተላኩት ሽርክን ለማጥፋት ነው፣ ኩፍርን ለማጥፋት ነው። አላህ ይከለክላል ብለው ብቻ ማለፋቸው ትንሹ ሽርክ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን ይላሉ። አላ ዑሙም ሽርክ እስከሆነ ድረስ ሽርክን በሙሉ ልንርቀው ልንጠነቀቀው ይገባል። ነገር ግን ሽርክ ነው የምንላቸው ነገሮችን በሙሉ ከእስልምና የሚያወጣው ሽርክ ነው ብለን ከተረዳን ብዙ ከእስልምና የማያወጡ ነገር ግን ትንሹ ሽርክ ወይም ከባድ ወንጀል ላይ የወደቁ ሰዎችን በሙሉ ከእስልምና የማውጣት ችግር ይፈጠራል። ከዚህ አንጻር ነው ይህን መዳሰስ ያስፈለገው። ትልቁን ሽርክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መቼም አይምርም። ቀጥሎ ባለው የቁርአን አያ ሼኹ አስቀምጠውታል። ነገር ግን ትንሹን ሽርክ አላህ ይምራል አይምርም በዑለሞች መሃል ኺላፍ አለበት። ሽርክን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደማይምር ተናግሯል። ይህ የሚመለከተው ትልቁን ሽርክ ነው ብለው
ዑለሞች አብራርታ ትልቁ ሽርክ ማለት ለአላህ እንጂ ለማንም የማይገባን የዒባዳ አካል ለሌላ አሳልፎ መስጠት ወይም ደግሞ መኽሉቅን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኩል ማድረግ ትልቁ ሽርክ ነው። ይህን አላህ አይመርም። ትንሹን ሽርክሳ የተወሰኑ ዑለሞች አይመርም ሽርክ እስከሆነ ድረስ ብለዋሉ። ሌሎቹ ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተወሰነ ቀጥቶት ከእሳት ይወጣል እንጂ እንደ ትልቁ ሽርክ እሳት ውስጥ አይዘወተረም ብሏል። እዘን እዚህ ጋር ሽርክ በምንልበት ጊዜ የተፈለገው ትልቁ ሽርክ ነው። ትንሹንም ሽርክ ቢሆን መጠንቀቅና መራቅ ግዴታና ዋጅብ ነው። ትልቁን ሽርክ የተዳፈረ ሰው ከእስልምና ይወጣል፣ አኼራ ላይ መሳት ውስጥ ይዘወተራል። ትንሹ ሽርክ ከሆነ ደግሞ ከእስልምና አይወጣም፣ ከባድ ወንጀለኛ ይሆናል፣ አኼራ ላይ መሳት ውስጥ አይዘወተርም። የተወሰነ የጥፋቱን ያክል ተቀጥቶ ይወጣል። ወላሁ ተዓላ አዕለም። ወደ ሼኹ ንግግር ስንመለስ አልአወሉ አሽርኩ ፊ ዒባደቲላህ፣ አሽርክ ሽርክ ነው፣ ማጋራት ነው። ፊ ዒባደቲላህ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አምልኮ ላይ። ዒባዳ ብሎ ማለት ተውሒድ ማለት ነው። ባህለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መተናነስ ማለት ነው። ራስን ዝቅ ማድረግ ማለት ነው። ምንሰግደው ሰላት፣ ምንሰራው መልካም ስራ ዒባዳ የተባለበት ምክንያት ለአላህ በመተናነስ ስለምንሰራው ነው። እንደዚሁ የሰው ልጆችም ዓብድ ወይም ባሪያ የተባሉበት ምክንያት አላህ ፊት ስለሚተናነስ ለአላህ ዝቅ ስለሚል አላህ እንዳደረገው ስለሚሆን። ከዘን ዒባዳ ማለት ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ለአላህ መተናነስ ራስን ዝቅ ማድረግ ማለት ነው። በጥቅሉ ደግሞ ሼኽ አልኢስላም ተይሚያ ዒባዳን ተዕሪፍ ሲያደርጉ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بلوى عبادة مالت تقلي على سمنو الله يمودون الله يقبلون ما ننيون من نقر تقبار بقل سميتاي وستأوي يهون النقر بمولو سفسب عزاء سمنو لأن ما ننيون من نقر الله يمودون كهونة الله يقبلون كهونة سروت بلو عزيزة كهونة ሚባልም ይሁን ሚተገበርም ይሁን በግልጽ ሚታይም ይሁን ውስጣዊ ዒባዳ ይባላል። ዒባዳ ሙሉ በሙሉ የአላህ ሐቅ ነው። ከአላህ ውጪ ላለ አካል አሳልፎ መስጠት አይቻልም። ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመሕያይ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ላ ሸሪከ ለሁ በል ተብሏል ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰላቴም እርዴም ዒባዳዬ በሙሉ ህይወቴም ሞቴም ለአላህ ነው፣ ለዓለማቱ ጌታ፣ በዚህ ላይ ማጋራው ማንም የለም እንዲሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታዘዋል። ኢዘን ዒባዳ የአላህ ሐቅ ነው። የአላህን ሐቅ ደግሞ አላህ ራሱ ነግሮናል። ዒባዳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማንም አዲስ ነገር አምጥቶ መናገር አይችልም። ለዚህ ነው ابن باز رحمه الله تعالى من قالوا العبادة ليست تعرف بآراء الناس وإنما هي بحكم الله. عبادة بسويش استعيات هذا لم يميتهوكو عبادة من اندهون الله نقرونا عبادة لا الله بتشانو ودى الله يمي أكربو نقروش من اندهونو الله سبحانه وتعالى نقرونا. عبادة ما لتالو هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه. اللهم ببتشان يتمقذاتنو ያዘዘውን በመታዘዝ የከለከለውን በመከልከል ነው። እንደዚሁ ረሱልን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መታዘዝ ነው፣ የከለከሉትን መከልከል ነው። ስራን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጥርት አድርጎ መስራት ነው። ይሄን ሁሉ ስናደርግ ከሙሉ ውዴታና ከሙሉ መተናነስ፣ እንደዚሁ ከስጋትና ከተስፋ ጋር ሊሆን ይገባዋል። ከላይ የተጠቀሱ ነገሮችን ሁሉ እንኳ ብናደርግ አላህን የወደደን ካልሆነ በአንጻሩ ደግሞ ለአላህ እየተናነሰን ካልሆነ እንደዚሁ ደግሞ አላህን እየፈራንና ተስፋ እያደረግን ካልሆነ ዒባዳው ሙሉ ሊሆን አይችልም። አንድን ነገር ዒባዳ ነው ለማለት የሰው ልጆች በአቅላቸው መወሰን አይችሉም። ዒባዳ ላይ አዳዲስ ነገሮችን ማስገባት አይቻልም። እንደዚሁ ደግሞ ዒባዳ የሆኑ ነገሮችንም ከዒባዳ ማስወጣት አይቻልም። ይሄ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነጥብ ነው። ዒባዳ የአላህ ሐቅ ነው። ዒባዳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አላህ ነግሮናል። ዒባዳ ያልሆኑ ነገሮችን ዒባዳ ብለን ልናስገባ አይገባም። ሐሙስ ማታ፣ ማክሰኞ ጠዋት ኢለአኺሪህ እያሉ ተሰብስበው ዒባዳ የሚሉት ነገር አለ። ቁርአን ላይ የለም፣ ሐዲስ ላይ የለም ዒባዳ ልንለው አይገባም። በአንጻሩ ደግሞ አላህ ዒባዳ ነው የኔ ሐቅ ነው ብሎ የነገረን ብዙ ነገር አለ።
عندند سوچ متو هي عبادة ايدلن بلو عليا دقمو عبادة مهنونم كما وقاك الله وجه لالا أكل أسالفو سيساتو التايا لمسالي استغاثة تبرك مسالي هونو نقروش مالتن علموش الله خير جزات شون إكفالات شو عبادة إملونة بلاي سفتو كرت ستوا يا الله نديتا من فلق ببت أجر من فلق ببت نقرب مولو عبادان يهين كالله جلال أكال لمنم أسالفا لنسد أي قبام قدمن دانو عبادة يهونو نقروشن عبادة أيدلن بلو أليا رقمو كمهنم قا كالله جلال أكال لنبيوش لوليوش لصالحوش أسالفو يسدو سووش شالو يه أندي تاوك بمالت توحيدا سيداسسو عبادان بسفخيو داسوان إذن يمجمريو كسلمنا يمياوتو تقبار شركنو شرك مالت بالله سبحانه وتعالى ما قارات ماتنو اللهن إننا مخلوقن وكل ما درق ماتنو لا اللهن جي لما أنم يما يقبان نقر كالله جلال لأكال أسالفو مستث ماتنو شركو رقمو يمي كستو في عبادته توحيدو لين أملكو لين كالله جي ماننم على ما ملك كالله جي لما أنم على ما التنانس كالله جي ماننم على ما الجزال تككلين يون عبادة أو كنت أكبروي لما درق ميهون عبادة يلهون نقروتشن كمسرات مراك يمنشلو قرآننا حديثا علمو جزندهن سنقران هذا والله تعالى عالم نزاري بزيه بقانال قد يدرس الله إن شاء الله تعالى ينزيهن تبوتشن دليلاتشون ما سرجاتشون كقرآننا كحديث يمننا يهنال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.